طب هو يسأل سؤال آخر، يقول نصاب الزكاة من الذهب، امرأة عندها كثير من الذهب هي تخبئه للزينة كما ذكر للزينة. اللفظ، بيقول ولكن مهما كثر هذا الذهب وهي تخبئه للزينة، فهل عليه زكاة أم هو لا؟ في هناك رأيان في الفقه الإسلامي، رأي يرى أن الذهب ما دام، في من يرى أن إذا كان للزينة وفي المعقول، طبعا النصاب في اللي ليس للزينة للكنز 85 جرام ذهب فما فوق، نعم، أو قيمته من المال. إذا كان للزينة في خلاف بين من يرى أن لا زكاة عليه لأنه للزينة، ومن يرى أن في زكاة إذا كان بلغ مرحلة لا تتناسب مع مرحلة المستوى الاجتماعي بتاعها، يعني أي. مبالغ فيه، نعم، واحدة جايبة 2-3 كيلو ذهب، مين بتتزين ب2-3 كيلو ذهب؟ وده اللي أفتى بيه شيخنا الشيخ القرضاوي، بيرى أن إذا زائد عن الحد الطبيعي لأهل مستوى الاجتماعي فتزكي عنه. نعم، جزاكم الله خيراً.